السلام عليكم. يا ريت قبل ما تبدأ الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. أيوة، من العلامة اللي تحت دي، دوس عليها. خليك جدع. تخيل تكون عايش في وسط قبيلة بتكون طبيعة حياتها قايمة على خدمة الست للراجل، وبتكون وظيفتها الأساسية إنها تصحى بدري وتشتغل في الأرض في الوقت اللي فيه رجال القبيلة بتكون نايمة أو بتصطاد، وده اللي بترفضه بطلة فيلمنا لما بتحاول دايما إنها تكتسب مهارات التدريب عشان تغير فكرة المجتمع اللي عايشة فيه وفكرة القبيلة بحد ذاتها. فبتحاول إنها تضرب البلطة في مكان معين كل يوم في الشجرة، وفي الوقت ده وهي بتعمل كده سمعت صوت، فلقيتها غزالة موجودة جنبها، ولقيت إنها فرصة مناسبة عشان تجرب مهاراتها في التصويب. وفعلا جربت حظها، بس للأسف الغزالة جريت قبل ما تلحق تعمل كده، واستغلت الكلب بتاعها إنها تحاول تحجم حركة الغزالة، وحاولت تضرب عليها مرة تانية بس من غير أمل. بس اللي وقفها المرة دي هي إن الكلب بتاعها وقع في مصيدة من اللي عاملينها في الغابة، وفي نفس الوقت تسمع صوت غريب جاي من السماء. وبعد كده بننتقل لأخوها اللي كان دايما بينكر قدرتها على الاصطياد وقوة إصابة هدفه اللي ما بيضيعش أبدا، وبتقوله إنها شافت إشارة في السماء وإنها دلوقتي قادرة تشارك في مسابقة صيد بيعملوها اسمها كاتامية، وبترجع بعدها هي وكلبها للقرية بتاعتها وبتدخل الخيمة بتاعتها وتبتدي تساعد واحدة في تحضير خلطة علاجية لعلاج قائد القبيلة. وبعدها بيظهر شكل المفترس أول ما نزل من السفينة بتاعته، واللي بتكون ساعتها موجودة بجانب القبيلة بتاعتها وهي بتجمع أزهار خاصة بالعلاج، وبيسمعوا ساعتها صوت جاي من الغابة، وشباب القبيلة بيقرروا إنهم يروحوا للغابة يشوفوا إيه اللي بيحصل، وبيتفاجئوا بوجودها معاهم هي وكلبها وبتحاول تساعدهم. بس هما اتريقوا عليها، وأخوها أقنعهم إنهم محتاجينها عشان تداوي الجروح لو حد اتصاب. وفي الوقت ده بيتحرك بريديتور وبيدور على الفريسة بتاعته، واتفاجئوا بإصابة واحد من أفراد القبيلة واللي عضه أسد، فبيقرروا إنهم ياخدوه ويرجعوا القبيلة. واتفاجئت وهي ماشية بآثار أقدام كبيرة، واللي فكروا بعدها إنها رجلين دب، وابتدوا انهم يفكروا مع بعض انهم يصطادوا الدب، لكن في وجود الاسد مش هينفع، واتفقوا ان اتنين منهم هيستنوا الاسد على الشجرة عشان يصطادوه. وفي الوقت ده هجم الاسد على واحد منهم، وده كان سبب في خوف ناره وابتدت توجه السهم نحو الاسد واللي طلع لها فوق الشجرة وابتدى يواجهها. بس للأسف خوف ناره سيطر عليها لأنها كانت أول مرة في مواجهة الأسد، ووقعت من على الشجرة وأغمى عليها. ولما صحيت لقت نفسها في الخيمة بتاعت قابلتها، وإن أخوها شالها وهو اللي جابها هنا، وبتسمع صوت أخوها وهو جاي من بره، وبيفاجئهم إنه شايل الأسد على كتفه وشايل راسه في إيده، وإنه نجح إنه يقتل الأسد اللي كان بيهددهم، وبكده هو فاز في المسابقة. وعشان كده قائد القبيلة عمل له حفلة بالمناسبة دي واداله عصاية القيادة من بعده، وكان كل أفراد القبيلة فرحانين ليه ما عدا أخته، كانت شايفة إنها أحق بالعصاية دي وبالولاية دي. فبيروح ليها أخوها وبتقوله إن في حاجة تانية موجودة في الغابة غير الأسد، وإنها تنجح إن هي اللي تصطاده ومش محتاجة مساعدة من حد. وبيجي تاني يوم وتبدأ ستات القبيلة تصحى في وقت بدري عشان تعمل اللي بتعمله كل يوم، لكن نارو بترفض انها تعمل ده، وبتاخد السهم بتاعها وبتبتدي تتحرك للغابة. وهي في طريقها بتشوف حاجة لونها خضرة على الشجرة، وبتقيس حجم الرجل اللي شافوها امبارح وبتستغرب من مدى كبرها. في الوقت ده بيكون بريديتور بيراقب ديب وهو بيجري عشان يصطاد أرنب، بس هو همسكه وقتله. وفي نفس الوقت نارو بتحاول تصطاد أرنب
عشان تاكله، بس هي للأسف مش عارفة، وفكرت إنها تربط حبل بالبلطة بتاعتها وده لسهولة الصيد، وفعلا نجحت إنها تصطاد الأرنب وتاكله هي وكلبها. وتاني يوم بنلاقي بريديتور بيحنط راس الديب اللي اصطاده وبياخدها كأثر وبيعلقها في اللبس بتاعه، وبتوصل ناره لمكان فيه مجموعة جماويس مقتولة ومسلوخة، عدد كبير منها، واللي بتستغرب هما اتقتلوا ازاي. وفي نفس الوقت بيتحرك بريديتور عشان يدور على فريسته التانية، وبتقع ناره في بحر من الطين اللي بيحجزها في وسطه وما بتعرفش تطلع. بتحاول انها تستخدم البلطة بتاعتها بالحبل اللي علقته فيها انها يساعدها في انها تطلع، وبعد كذا محاولة نجحت انها تثبته وتقدر يسحبها خارج الطين. وبعد لما خرجت لمحت الدب موجود من بعيد وقررت انها تضربه بالسهم، بس للأسف فشلت وابتدى الدب انه يهاجمها، فابتدت انها تهرب منه، استخبت منه في كهف معمول من الشجر اللي حاول يهاجمها فيه، بس هجم عليه البريديتور وابتدى انه يقتله. وفعلا قدر بريديتور انه يخلص على الدب، واللي سبب خوف لناره لانها اول مرة تشوف كائن زي ده، وحاولت انها تهرب بعيد عنه لكنه شافها وهي بتهرب، ونجحوا شباب القبيلة انهم يلاقوها. بتسألهم فيه عن اخوها اول لما وصلوا، وبيقولوا لها ان هو في الجانب التاني بيدور عليه، فبتبدأ انها تحكي لهم عن اللي هي شافته لكنهم ما بيصدقهاش. وفي الوقت ده بيكون بريديتور بيراقبهم من فوق الشجر، وبيبدأ انه يهاجمهم واحد ورا التاني، وبتحاول ناره انها تهرب، وابتدت تجري بعيد عن الغابة لغاية لما لقت أخوها مستخبي في وسط الزرع وكان بيحاول يصطاده من بعيد، بس طبعا معرفش، وابتدوا يجروا هما الاتنين، وللأسف قدر انه يسيب أخوه لغاية لما وقعت ناره هي كمان في مصيدة، لغاية لما قرب منها مجموعة من صيادين الغابة وأنقذوه وخدوها معاهم وحبسوها في قفص، واللي اكتشفت ان هما اللي قتلوا الجاموس وخدوا الصوف بتاعها، وبيكونوا عارفين عن البريديتور وابتدوا يسألوها لو تعرف اي تفاصيل عنه، ولقت ان هما كمان قدروا يمسكوا اخوها ويحجزوه، وقرروا انهم يربطوهم هما الاتنين وسط الغابة، وده طبعا عشان يكونوا مصيدة للبريديتور. كانوا واقفين من بعيد ومستنيين اللحظة اللي يهجم فيها عليهم، بس هو كان واقف وراهم وبيبتدي يهاجمهم، ونجح انه يقتل معظمهم. وأول لما قرب على ناره وأخوها كانوا كل الصيادين محاوطينه وابتدوا إنهم يهجموا عليه ويصطادوه، وفعلا رموا الشبكة عليه، بس هو طبعا قدر إنه يهرب منها ويقتلهم كله بسرعة. تحاول ناره وأخوها يهربوا من ربطهم في الشجرة، وفعلا نجحوا إنهم يقطعوا الحبل اللي كان رابط إيديهم، وهربت ناره لمخيم لمجموعة تانية من الصيادين، واللي لاحظت ان كلبها موجود ورابطينه، وبسرعة هجمت عليهم وفكت الكلب بتاعها. وفي الوقت ده كان بريديتور بيحاول يعالج نفسه من الاصابات اللي حصلت له، لكن واحد من الصيادين دول كان عايش بس في اصابة كبيرة في رجله، وطلب من ناره انها تعالجه وتساعده، وعرض عليها انها لو ساعدته هيعلمها ازاي تستخدم المسدس، وفعلا ساعدته انه يعالج اصابته وعلمها استخدام المسدس، بس سمعوا ان بريديتور بيقرب من المكان اللي هما فيه، واول لما قرب من الراجل المصاب لقى ان مفيش حرارة في جسمه. من هنا فهمت ناره ان الاعشاب اللي بتدالهم بتقلل حرارة الجسم وما بيقدرش انه يشوفهم، بس اخوها بيلحقها وبيحاول انه يهجم على البريديتور، وبتحاول ناره انها تستخدم المسدس عشان تصيبه، واخوها بيهجم عليه وبيسبب له جرح كبير، بس للاسف بيجي من وراه ويقدر انه يقتل اخوها، وبتقدر ناره انها تهرب منه. وكان لسه في واحد من الصيادين لسه عايش، وبتوصل ليه ناره وبتبدأ تاكل عشبة البرتقال عشان ما يقدرش البريديتور انه يشوفها، وبتستخدم ناره الصياد عشان يبقى طعم، وفعلا بيقرب عليهم البريديتور وما بيشوفهاش وبيقتل الصياد.
في الوقت اللي بيكون نار واقفة وراه وماسكة المسدس وبتحاول تنشنه على دماغه، وفعلا نجحت انها تصيبه وتاخد القناع بتاعه، وكانت محضرة ليه شوية افخاخ وبتهجم عليه وتبدأ تضربه بالبلطة بتاعتها، وبتنجح انها تقطع ايديه، بس هو كان اقوى منها وكان بيصد ضرباتها، لكنها كانت قريبة من بحر الطين واللي حاولت انها توقعه فيه، وفعلا نجحت انها توقعه فيه، بس قدر انه يطلع منه وحاول انه ينشن عليها بالسهام بتاعته لكنها اصابته في الاخر، ودي كانت سبب موته. وفعلا نجحت ناره انها تقتله وتاخد بحق اخوه، وبترجع للقبيلة بتاعتها هي والكلب بتاعها ومعاها راس البريديتور، وبيستقبلها اهل القبيلة واعتبروها انها ملكة الحرب وسلموها عصاية القبيلة مرة تانية. وبس كده يا سيدي، دمتم في رعاية الله، سلام.